متابعة لتطورات الأوضاع في رفح، ينضم إلينا أشرف مبارك مراسل قناة النيل للأخبار. أشرف، أهلا بك، ويعني ماذا عن الأجواء العامة لديك حتى هذه اللحظات فيما يتعلق بإنفاذ أو إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية؟ ونرى في خلفية الصورة عندك يعني مجموعة من الشاحنات ربما المحملة بالمساعدات المختلفة. إليك أشرف. بالفعل أمل، يمكن في اليوم الخامس لفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات بنلاحظ يمكن منذ ساعات الصباح الأولى دخل أكثر من 150 شاحنة للمساعدات الغذائية والطبية للأشقاء في قطاع غزة. يمكن سوف تتحرك الكاميرا لاستعراض هذه الشاحنات التي يمكن منذ تمام الساعة 6:30 صباحا يقوم الهلال الأحمر المصري بتجهيزها أمام بوابة معبر رفح، و من ثم بعد ذلك السماح لها بالدخول عبر بوابة معبر كرم أبو سالم. يمكن على مدار 5 أيام دخل نحو 450 شاحنة لقطاع غزة من هذا المعبر. يمكن النقطة اللافتة في هذا الأمر وهي أن الجيش الإسرائيلي منع دخول يعني سيارات الخاصة بالغاز الطبيعي المخصص للطهي في المنازل، لكن سمح على مدار اليومين الماضيين بدخول سيارات السولار، ويمكن على مدار يومين اخرين رفض دخول هذه الشاحنات على الرغم من وصولها الى معبر كرم ابو سالم، الا انه رفض دخولها وعادت ادراجها مره اخرى الى امام بوابه معبر رفح. يمكن بنتحدث ايضا عن رفض دخول لعدد من السيارات التي تحمل بعض المنشات الخاصه بالبنيه التحتيه مثل مواد البناء وايضا مواسير المياه البلاستيكيه التي كانت محمله على بعض سيارات او الشاحنات وهي مخصصه لمد خطوط المياه في محطات المياه في مدينه رفح. بالإضافة أيضا إلى رفض دخول بعض السيارات أو الشاحنات الخاصة بالمساعدات لمنظمة المطبخ العالمي. يمكن الجيش الإسرائيلي بيتعنت بشكل كبير في دخول هذه المساعدات، بنتحدث يومين عن متوسط دخول يمكن شاحنات بيصل إلى نحو 200 شاحنة، بيعود منها عدد كبير من هذه الشاحنات إلى الدولة المصرية مرة أخرى بعد يمكن أن الجانب الإسرائيلي يتلكأ على بعض الأمور في هذه الشاحنات ومن ثم تعود مرة أخرى. يعني في نهاية الأمر بيصفى أو بيتم تصفية هذه الشاحنات إلى رقم لا يتجاوز 150 شاحنة، ويتم رفض دخول نحو 150 شاحنة. لك أمل مرة أخرى. التنسيق المصري مع يعني سواء الهلال الأحمر المصري، المنظمات، بعض الدول التي تريد إدخال مساعدات، كيف ترى شكل وطبيعة هذا التنسيق والتعاون من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية لأهالينا في غزة؟ يمكن هناك تنسيق من الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بداية هذه الأزمة، وتحديدا يعني على مدار نحو 240 يوما منذ بداية هذه الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وهذا التنسيق يتم من خلال احتياجات القطاع من سواء مساعدات طبية أو مساعدات غذائية، وهذا التنسيق يمكن ظهر جليا على مدار الأيام الماضية خاصة بعد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم. كانت الأولوية الأولى لدخول الشاحنات للمساعدات الغذائية وأيضا شاحنات السولار والغاز الطبيعي، وتم ارجاء دخول بعض المساعدات الطبيه لبعض الايام، لكن بعد ذلك تم يعني انفاذ بعض المساعدات الطبيه والاجهزه والمعدات الطبيه. هذا على الرغم من ان اغلب مستشفيات قطاع غزه يمكن لا تعمل الان نظرا لقيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على المنشات الطبيه وايضا يمكن قصف هذه المنشات الطبيه واستشهاد عدد من الاطباء، كان اخرهم المستشفى الكويتي في مدينه رفح الذي تم الاعتداء على الاطباء في هذا المستشفى، وايضا يمكن استشهد 5 اطباء واصيب عدد من الممرضين في هذا المستشفى وهو ما ادى الى اغلاقه. ويمكن بيعد كان هذا المستشفى من اخر المستشفيات التي كانت تعمل في القطاع. ايضا الهلال الاحمر المصري يقوم بالاتصال على نعم، جزيل الشكر اشرف مبارك من معبر رفح لهذه المداخله والمشاركه معنا.